تزوجت فادي الجوزي من الجنسية الفلسطينية، أنجبنا 3 أولاد، بنتين وصبي، البنت 23، الصبي 22، والبنت الصغيرة 10 سنين. وطبعاً خلال هال27 سنة ونحن عم نسعى لنعطيهم الجنسية اللبنانية، ويلي هي من حقهم ومن حقي كامرأة لبنانية امنحهم إياها لأولادي. أكيد بعد في قوانين كل قانون الأحوال الشخصية فيه إشحاف وتمييز على المرأة. لما نحكي عن القانون الأحوال الشخصية عم نحكي عن الزواج، عن الطلاق، عن حق بالحضانة، عن الوصاية على الأولاد، عن الإرث، وأكيد في قانون الجنسية كمان. We work on with key players on emphasizing the need to clear up misunderstandings in relation to nationality rights and equality between men and women. It's a right. A person has the right to have nationality. Men and women have an equal right to retain, to change, and to confer their nationality.